جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وخلال الاتصال تم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك داعيين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه الكريمه على البلدين والشعبين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالعزه والرفعه والتقدم